أبي فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت الحديث الرابع. قال: خامسا بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكرين وأنثى وشقينا وسعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فتتمة فوائد هذا الحديث العظيم، حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم، ذكر المؤلف رحمه حفظه الله تعالى الفائدة الخامسة، وهو أن الملك أو أن الجنين إذا بلغ الأربعين في بطن أمه إذا بلغ الأربعين الثالثة، إذا بلغ 20 و100 يوم أرسل إليه الملك فقام بهذه الأعمال لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، هكذا ذكر في هذا الحديث، ولم يشر إلى مسألة الذكورة والأنوثة، وهذه جاءت في روايات أخرى، يقول الملك: أي ربي أجله، أي ربي عمله، أي ربي شقي أو سعيد، أي ربي ذكر أو أنثى، فيقضي الله جل وعلا فيه بما سبق في علمه أن يكون هذا المولود أو الجنين ذكرا أو أنثى، قبل ذلك لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا قضى قال ذكر أو قال أنثى، عند ذلك علم الملك بهذا، وإلا فقبل يكون من علم الغيب المطلق، وبعد ذلك يصير من علم الغيب النسبي، أي يعلمه بعض دون بعض، ممن يعلمه الملك. وكذلك ما حصل ووقع الآن من التطور والتقدم في علم الطب، فقد يعلمون أو يصلون إلى كون الجنين في بطن أمه هل هو ذكر أو أنثى، لكن متى؟ إذا قضي، ليس لما تقع النطفة في رحم المرأة، ليس عندما تلقح البويضة، ليس عندما تكون علقة، ولا إذا كانت مضغة، ولا إذا بدأ تخليقها، إلا بعد أن يقضي الله فيظهر هل هو ذكر أو أنثى، قد يعلمون هذا، ومع ذلك فيوجد حالات كثيرة يخطئون فيها، يقولون لصاحب الأمر أن زوجتك عندها ذكر فيطلع أنثى، أو يقول أنثى فيطلع ذكر، وبين قوسين مسألة المرأة إذا كانت حاملا هل يجوز لها أن تطلب الكشف عن ذلك؟ الكشف عن ذلك يستدعي منها ربما كشف العورة، وتكشف عورتها من رجل أو من امرأة، فإن كان قصد الكشف ابتداء هو الطلب هل عندها ولد ذكر أو أنثى فهذا لا يجوز، وأما إذا اضطرت إلى التطبب وإلى الكشف لضرر وأذى أصابها وغير ذلك، فاضطرت إلى الكشف وقد يكشف شيء من عورتها، فيجب أن يكون الكشف من طرف امرأة، لا يجوز من طرف الرجل، إلا إذا سدت الأبواب، فكانت حالة حرجة وصعبة لا يمكن، عجزت النساء أمامها، أو لم تجد طبيبة في المكان الذي هي فيه، فعند ذلك لا شيء. فإذا تطببت وطلبت الدواء والطب وتبعا علم كان تحتاج وتضطر إلى
كشف بواسطة الأشعة فعلم كونه ذكرا أو أنثى، فهذا علم بالتبع لا حرج فيه، جائز. أما القصد فلا. نعم. سادسا، أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. نعم، هذا العبرة عند الموت، ولهذا أخوف ما كان يخافه السلف والعلماء الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، كانوا يخافون من الخاتمة، لا يدري الواحد ما الذي يختم له، وخاصة إذا قرئ مثل هذا الحديث. وإن كان الحديث جاء ما يبينه ويوضحه، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن قلبه على خلاف ذلك. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإلا فقلبه على خلاف ذلك. نعم. فقدر الله سابق، والعبرة بما مات عليه الإنسان، العبرة بما مات عليه الإنسان، هذه العبرة. ولهذا الإنسان لا يطمئن ولا يأمن، وكذلك لا ييأس، ولا تيأس من الناس، لا تيأسن من أحد. فكم ممن عارض وعاند وواجه وقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء والأذى والضرر ثم أسلم. سهيل بن عمر الذي أبرم العهد المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان كافرا ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. وقل مثل ذلك في غير واحد من هؤلاء. فالعبرة بما يختم عليه للإنسان. سابعا، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع. الأولى، من بدايته حسنة ونهايته حسنة. الثانية، من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة. الثالثة، من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة. الرابعة، من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحر الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهود الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذهم من النار، وهو في صحيح البخاري. والحالتان الأخيرتان دل عليهما الحديث. أي نعم، تكون بداية حسنة ونهاية سيئة، أو البداية سيئة ونهاية حسنة. وفي ضمن الحالتين إشارة إلى الحالتين الأخريين، في ضمن هاتين الحالتين إشارة إلى الحالتين الأخريين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالحسنى. أمين. نعم. ثامنا، دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في الحديث في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. أي نعم، فالإنسان له مشيئة وهو لا يخرج عن مشيئة الله. هذا السؤال الذي يحير الناس، هل الإنسان مخير ولا مسير؟ مخير بمعنى يفعل ما يشاء، مسير بمعنى أنه مقاد. وهنا ظلت طائفتين كبيرتين ممن ينتسب للإسلام، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. القدرية الذين ينفون القدر، يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، أي أن الله تبارك وتعالى قد ينتهون إلى هذا، أن الله لا يعلم الذي سيقع. ومنهم من ينكر الكليات، الجزئيات دون الكليات. وطائفة الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على الفعل، وهذا كله خطأ وضلال وخروج عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فالله جل وعلا قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت مشيئة الإنسان. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنت مخاطب، وفي
في دنيا الناس ما يتعلق بالله جل وعلا أمرين اثنين، أمر شرعي وأمر كوني. فنحن مخاطبون بالأمر الشرعي ولسنا مطالبون أن نبحث عن الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فهو افعل ولا تفعل، وأعطاك الله جل وعلا القدرة والمكنة والمشيئة والهداية والعقل غدا. الأمر الكوني لا تدري ولا تطالب به، وهو ما سبق في علم الله أن تكون أنت عليه، فهذا لست مطالبا به ولا يجوز لك أن تبحث عنه، ولا يجوز لك أن تبحث عنه. ما الواجب تجاه الأمرين؟ الواجب تجاه الأمرين امتثال الأمر الكوني والتسليم، الامتثال للأمر الشرعي والتسليم والرضا في الجملة بالأمر الكوني. فامتثال الأمر الشرعي إذا جاء افعل تفعل، لا تفعل تنتهي. الامتثال للأمر الكوني وهو أنه إذا اجتهدت في الطاعة وترك المعصية لكن زلت القدم وتركت الطاعة الواجبة أو وقعت في المعصية، هذا أمر من حيث وقوعه كوني تسلم له وترضى به من حيث أنه قضاء الله، أما المعصية لا ترضى بها. وهنا يأتي الأمر الشرعي وهو أنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتقبل هذا الذي وقعت فيه وتندم عليه وتلوم نفسك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تاسعا، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بالخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلة ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. وهذا له أمثلة كثيرة من أهل الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى هذا الزمن. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقاتل معك، قال أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال لا، قال رسول الله فإني لا أستعين بمشرك. ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة فأسلم فقاتل فقتل فاستشهد، كان شهيدا ولم يصلي لله ركعة. الأعمال بالخواتيم. هذا ومثل ذلك من قد يعمل ولكن خاتمته سيئة، كالذي ورد فيه الحديث. الحديث ورد له سبب في آخره له سبب من طريق آخر، من طريق سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أو من طريق سهل بن سعد الساعدي، وهو أنهم كانوا في غزوة فكان رجل من المسلمين لا يترك شاذ ولا فاذ إلا أتى عليه، حتى قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله ما رأينا اليوم مثل فلان، ما ترك للمشركين شاذ ولا فاذ إلا أتى عليه. فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، هذا يعلمه بالوحي. يعني وقع في الصحابة في يعني إشكال، كيف هذا في النار؟ إذا كان هو في النار فكيف نحن؟ فقال أحدهم أنا آتيكم بخبري فتبعه. وين يروح هذا الرجل؟ يتبعه، يقاتل بقوة، يضرب ويضرب ويقتل ويقتل. فلما كثرت عليه الجراح وضع الرمح في ما بين صدريه ثدييه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، يعني قتل نفسه، كان نهايته أن قتل نفسه. فرجع الرجل يجري وهل يعني يهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال وما الذي وقع؟ قال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا، الصحابة تكلموا في ذلك وقالوا كيف يكون؟ قال فقلت آتي بأمره، وكان من أمره كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار،
وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذا يدعو الإنسان إلى أنه ماذا؟ أن يكون على خوف ورجاء، يخاف من الخاتمة ويرجو ويطمع في رحمة الله عز وجل. نعم. عاشرا، قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم آمن من ذلك من سوء الخاتمة فالجواب مع ذلك من سوء الخاتمة فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله تعالى أعلم. هذا هو الجواب: الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الذي يحسن العمل لا يضاع أجره، فكيف يقال يختم له؟ الجواب من ناحيتين: أنه لا يضاع أجره وعمله سيء إذا كان بشروط القبول وحسن الخاتمة، والغالب أن من كان على عمل صالح وهو فيه مخلص صادق أن يختم له بحسن. الثاني أن خاتمة السوء في حق من أساء في العمل أو عمل صالحا لكن عمله يشوبه الرياء والسمعة وفساد السريرة ونحو ذلك. نعم. مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. ثانيا، أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما وبذلك يكون إنسانا. ثالثا، هو إذا في الشروح المطولة للحديث ذكروا بعض الروايات أن النفخ يكون بعد 42 أو 43 يوما، في بعضها بعد 80، والروايات متداخلة، ويعني يظهر من مجموعها ما حكاه الشيخ ها هنا، وهو أن النفخ يكون بعد 120. نعم. ثالثا، أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، أين وظيفته؟ أنه موكل بالأرحام. نعم. رابعا، الإيمان بالغيب. خامسا، الإيمان بالقدر. الإيمان بالغيب واضح، أين يعني ما هو آت مما هو غائب على الناس، ما هو آت يعني في الحديث، يعني كونه يكتب رزقه وأجله وعمله شقي سعيد ذكر أنثى، ما يختم له. نعم. خامسا، الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن. نعم. سادسا، الحلف من غير استحلاف. الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام، هذا جائز أن يحلف دون أن يطلب منه الحلف. الأصل حلف عبادة، ولا تحلف إلا إذا طلب منك، لكن يجوز أن تحلف دون أن يطلب منك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم حلف النبي حلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه الحلف. نعم. سابعا، أن الأعمال بالخواتيم. أي نعم، يختم له يعني. ثامنا، الجمع بين الخوف والرجاء، وأن أنه ذكر من يعمل صالحا قد يختم له بغير ذلك، ومن يعمل سوءا وقد يختم له بغير ذلك، فلا بد من خوف ورجاء، طمع فيما عند الله، والخوف الخوف من الزلل وسوء الخاتمة. نعم. وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. تاسعا، أن الأعمال سبب أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. هذه ممتازة، يعني فإذا واضحة منها إن عملكم لا يعمل بعمل الجنة فيسبق عليك، قال فيعمل بعمل النار فرتب دخول النار على ماذا؟ على العمل. قال فيعمل بعمل النار فيدخلها، هذا ما يسميه أهل الوصول الإيماء. هنا رتب دخول النار على العمل، على وصف اللي هو العمل، لو لم يكن العمل وصفا سببا علة لدخول النار لكان ذكره ماذا؟ معيبا، ذكره زائدا. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لماذا دخلها؟ لأنه عمل بماذا؟ بعمل أهل النار. فإذا العمل سبب، ليس مقابل ولكن سبب لدخول الجنة أو لدخول النار، فالأعمال أسباب لدخول الجنة أو دخول النار. نعم. عاشرا، أن من كتب شقيا
لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه. هذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الله أعلم. صلى الله. جعل التعبير بلفظة الإنسان مخير أو مسير جائزة؟ هذا تعبير علم الكلام، علم أهل الكلام هم الذين اخترقوا هذه العبارة، وإلا فهي ليست دارجة على كلام السلفي، لكن صارت مسألة مطروحة، فجوابه هو هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.